السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو مراجعة أسبوعية جديد لمتابعة تحركات سوق الأسهم السعودي والاتجاهات المتوقعة خلال الفترة القادمة. هنحاول نتكلم على بعض الفرص اللي اتضحت معانا بشكل قوي، وأيضا هنتكلم على اتجاه وقراءة سلوك الأسعار للمؤشر العام للسوق السعودي تاسي والسيناريوهات المتوقعة بإذن الله واللي هنعتمد عليها في تحديد السايكل العامة للسوق السعودي. زي ما اتعودنا طبعا بنعتمد في تحليلاتنا على مفاهيم الاي سي تي او السمارت ماني كونسبت في قراءتنا لسلوك الاسعار. خلينا كالعاده نبتدي بقراءه المؤشر العام على الاطار الزمني اليومي وتحركات الاسعار الاخيره. مبدئيا كان عندنا طبعا استهداف الاسعار لمستويات ال 11760 وحصل منها ردة فعل، لكن في نفس الوقت الأسعار أعادت اختبار مستويات امبالانس متمثلة في الفير فاليو جاب حول مستويات ال 11850، ومنها ابتدينا نشوف التراجعات مرة تانية. فبالتالي أكدنا على ضرورة الإغلاق أعلى مستويات ال 11950، وهذا السيناريو لم يتحقق معنا، وبالتالي تراجعت الأسعار مرة تانية واستهدفت مستويات سعرية داعمة للأسعار حول مستويات ال 11620. لو نلاحظ نفس السيناريو ابتدى يتأكد معانا مرة تانية، حاليا عندنا موجة سعرية هابطة. الموجة السعرية الهابطة ارتكزت على مستوى الدعم المتمثل في الإيكوالوز أو السيل سايد ليكويديتي، حصل منها ردة فعل، لكن الكونفيرم أو التأكيد الأخير ما تأكدش معانا. نفس السيناريو أيضا، حركة ليكويديتي فويد قوية بالارتكاز على مستوى أوردر بلوك شرائي على الإطار الزمني اليومي، ردة فعل جيدة، لكن هل اتأكدت معانا؟ حتي الآن لم يتم تأكيدها. مبدئيا اختراق الأسعار لمستويات الـ Inversion Fair Value Gap اختراق سعري جيد جدا، وده مؤشر جيد، لكن الأفضل إغلاق الأسعار أعلى مستويات الـ 11785 تحديدا. وقتها هيكون في تأكيد على معاودة الصعود مرة تانية، لكن الإغلاق الإيجابي خلال آخر جلستين إغلاق جيد جدا. فبالتالي احنا بنترقب بداية حركة سعرية صاعدة، لكن ضروري جدا ننتظر الإغلاق والتأكيد الأخير لبداية حركة سعرية صاعدة. وقتها إن شاء الله هتنعكس على أداء الأسهم، وبالتالي السوق السعودي هيكون ابتدى معانا دورة سعرية صاعدة ممكن إن شاء الله نعتمد عليها في اقتناص أكتر من فرصة. وبعد ما اتكلمنا على المؤشر العام، خلينا نشوف بعض الأسهم وتحركاتها السعرية المتوقعة إن شاء الله، وأيضا المستويات اللي هنعتمد عليها في التداولات. زي ما أكدنا في بداية الفيديو على بداية حركة سعرية صاعدة على المؤشر العام في انتظار تأكيد أخير، أيضا هنلاحظ إن بعض الأسهم ابتدت ترتكز على مستويات سعرية مهمة. بداية بسهم أسلاك على الإطار الزمني اليومي، هنلاحظ إن الأسعار حاليا بتقترب من مستويات شرائية متمثلة في مستوى أوردر بلوك شرائي حول مستويات ال 27.30 ريال هللة. ارتكاز الأسعار على هذه المستويات، ومنها ننتظر ردة فعل. مع ردة الفعل هتكون المستهدفات بإذن الله ال 29.80، ثم ال 30.75، وأخيرا ال 32.90، لكن ضروري جدا ننتظر ردة الفعل من هذه المستويات. الأوبريف أيضا على الإطار الزمني الأسبوعي، هنلاحظ إن الأسعار حاليا ارتكزت على مستويات داعمة للأسعار متمثلة في السيل سايد ليكويديتي أسفل قاع 110 ريال، وارتكاز الأسعار أيضا على مستويات أوردر بلوك شرائي. فبالتالي عندنا نطاق سعري شرائي قوي جدا، متبقي فقط ظهور السمارت ماني بالإغلاق أعلى ال 115.60 على الإطار الأسبوعي لتأكيد الاتجاه الصاعد. وقتها نبتدي ندخل في عمليات شرائية لاستهداف ال 126 ريال، ثم مستويات ال 139. أما بالنسبة لأنابيب السعودية على الإطار الزمني اليومي، أيضا نفس السيناريو تقريبا. هنلاحظ إن الأسعار كان في ردة فعل جيدة جدا من مستويات ال 65 ريال والمتمثلة في مستوى أوردر بلوك شرائي، حصل حركة سعرية صاعدة، لكن حاليا الأسعار في مرحلة ريتريسمنت مرة تانية. متى يتم الشراء مرة تانية؟ بعد انتهاء مرحلة الكونسوليديشن بالإغلاق أعلى ال 69 ريال. عايزين نشوف إغلاق سعري واضح على الإطار الزمني اليومي، وقتها نبني عمليات شرائية لمستهدفات ال 73.50 ثم ال 78.80. بي سي آي أيضا هنلاحظ اقتراب الأسعار من مستوى شرائي مهم جدا متمثل في مستويات الأوردر بلوك الشرائي،
لكن حتى الآن الأسعار بتتداول في مرحلة كونسوليديشن بمنتهى البساطة. هننتظر إغلاق الأسعار أعلى 31.25، هنشوف إن المحاولة الأخيرة فشلت بالإغلاق أعلى هذه المستويات، وده بيأكد قوة هذا المستوى السعري. فبالتالي إغلاق أعلى هذه المستويات هيأكد القوة الشرائية اللي بتتمركز في مرحلة الكونسوليديشن. أما طبعا الاستقرار أسفل هذه المستويات طبعا هتكون أسعار غير جيدة للشراء، لأن وارد نستهدف قاع سعر جديد. فبالتالي خلينا في السيناريو الآمن بالنسبة لنا بالإغلاقات على 31.25. اليمام الحديد أيضا على الإطار الزمني الأسبوعي، هنلاحظ حاليا ابتدينا نشوف ردة فعل، لكن هنلاحظ أيضا آخر 3 أسابيع بتتداول ضمن نطاق الشمعة الهابطة، ودي الشمعة اللي حصل فيها الأكشن القوي. فبمنتهى البساطة هننتظر إغلاق الأسعار أعلى 33.50 لتأكيد قوة السمارت موني، وقتها يحصل امتصاص لكل عمليات البيع الموجودة، فيكون في تأكيد لعمليات الشراء. وقتها إن شاء الله هيكون مستهدفنا 37.80. أدم بالنسبة لتداولات السهم على الإطار الزمني الأسبوعي، عندنا طبعا ارتكاز الأسعار على مستويات أوردر بلوك شرائي، ده بداية مستويات الشراء نهاية مستويات الشراء، لأن طبعا التداولات الأخيرة تمت ضمن نطاق آخر شمعة سعرية هابطة. حاليا ارتكاز الأسعار على هذه المستويات أول شرط بالنسبة لنا، ثم انتظار ردة الفعل. ردة الفعل هتتضح معانا أكتر بإغلاق أسعار أعلى ال 22.38 هللة، وقتها إن شاء الله هتكون فرصة لعمليات شرائية لمستهدفات ال 25.20 هللة، ثم ال 27.60. بالنسبة لسهم زواج، هنلاحظ إن الأسعار حاليا في مرحلة تريسمنت داخل الموف السعرية الأخيرة، عندنا مرحلة اكسبنشن. حاليا الأسعار في مرحلة تريسمنت أو إعادة اختبار. هنلاحظ ان المستويات السعريه اللي هيتم التركيز عليها مبدئيا مستويات الفير فاليو جاب اللي متواجد السعر عندها في الوقت الحالي، متداخله ايضا مع مستويات ميتيجيشن بلوك. حاليا هننتظر رده فعل. رده الفعل ممكن تتاكد معانا باغلاقات على ال 54.40 لتاكيد القوى الشرائيه لاستهداف ال 56.50، ثم قمه سعريه جديده على 59.60. لكن مهم جدا جدا نبتدي نشوف اغلاقات اعلى ال 54.40 قبل التفكير في اي عمليات شرائيه. عندنا ايضا بالنسبه لتداولات السهم على الاطار الزمني اليومي، هنلاحظ رده الفعل الجيده باستقرار الاسعار على ال 24.55. ممكن جدا نعتمد عمليات الشراء من الاسعار الحاليه مع الحفاظ على وقف خساره اسفل القاع السعري الاخير عند مستوى 23.65 هلله. إن شاء الله مستهدفاتنا هتكون 25.65، ثم مستويات 26.65. وبالنسبة لتداولات سهم أسمنت الرياض أيضا على الإطار الزمني اليومي، هنلاحظ إن الأسعار حاليا مستقرة عند مستويات ويكلي فير فاليو جاب. هننتظر فقط تأكيد ردة الفعل لاستمرار الحركة السعرية الصاعدة بإغلاق الأسعار أعلى ال 32.20. في حالة عدم الإغلاق أعلى هذا المستوى السعري، فمعناه إن الأسعار تبحث عن مستويات سعرية أقل، ممكن جدا تستمر لمستوى 29، وده المستوى الشرائي التاني اللي ممكن نعتمد عليه في الدخول. لكن في الوقت الحالي يبقى التركيز على مستويات الويكلي فير فاليو جاب بانتظار إغلاق أعلى ال 32.20. زمن الصناعة أيضا هنلاحظ إن الأسعار حاليا في مرحلة إكسبنشن في الاتجاه الصاعد بعد مرحلة الأكيوميليشن اللي حصلت من استهداف القاع ال20 ريال. حاليا الأسعار بتتداول في اتجاه صاعد، هنلاحظ حفاظ الأسعار أيضا على التركيبة الصاعدة. مهم جدا التركيز على مستوى ال28 ريال. داخل هذه المستويات هنلاحظ أو هننتظر ردة الفعل على الإطار الزمني اليومي، وهتكون فرصة للبحث عن سيت أبس للدخول من الأسعار الحالية. وقتها تكون مستهدفاتنا بإذن الله ال 32 ريال، ثم مستويات ال 34.25. وبكده نكون انتهينا من مراجعة سريعة لاتجاهات المؤشر العام والسيناريو المتوقع إن شاء الله. وطبعا منتظرين بداية تحركات في الاتجاه الصاعد، واللي هتنعكس إن شاء الله على أداء كتير من الأسهم، واللي إن شاء الله هيتم تأكيدها مع بداية تداولات الأسبوع الحالي. هنلاحظ دايما انتظار الأسعار وردة الفعل من المستويات السعرية القوية مهمة جدا بالنسبة لنا، زي ما أكدنا في بداية الفيديو على ضرورة الإغلاق أعلى مستويات ال 11,500
11800 لتأكيد السايكل السعرية الصاعدة. وقتها إن شاء الله هنحاول ندعم فرص أكتر، وهنحاول إن شاء الله نأكد على مستويات سعرية على بعض الأسهم اللي ممكن نقتنصها في الوقت الحالي ونحتفظ بيها مع الاتجاه الصاعد. طبعا إن شاء الله لو في أي طلبات تحليلات ممكن تسيبها في الكومنتات تحت الفيديو، وإن شاء الله نجمع كل طلبات التحليلات ونحاول نعمل فيديو آخر في منتصف الأسبوع نتابع فيه طلبات حضراتكم. وطبعا لو حابين تستفسروا أكتر عن الخدمات المقدمة من الأكاديمية، سواء خدمة الكورسات التعليمية أو خدمات التوصيات، ممكن تتواصلوا معانا. وطبعا في عروض مميزة بمناسبة نهاية العام، إن شاء الله كل التفاصيل هتكون موجودة معاكم من خلال التواصل معانا إن شاء الله من خلال اللينكات. في النهاية أتمنى إن شاء الله أسبوع تداول موفق للجميع. كان معكم أحمد إبراهيم، وأشوفكم على خير إن شاء الله في فيديوهات جاية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.